ملك اليوم يا يمه شهيدي على اللي راح يا يمه شهيدي ملك اليوم يا يمه شهيدي على اللي راح يا يمه شهيدي لك ألف رحمي يا يمه تنزل لك ألف رحمي يا يمه تنزل على كل شهيدة وأبوها يثوب من الخالدية ونال الطلاها منشد الثوراء سليمان في جلسة خاصة علي علي ثورة البركان ثوري ولحصن ولحصن بقطع فولاذ ثوري أنا بحيي كل شهيد أنا بحيي كل شهيد سوري وابن الخالدية ونال الطلاها يا ميما حنن للحر يا حنن يا شعب بيت رمش آمن حنن للحر يا حنن يا شعب بيت رمش آمن وكبار صغار بنعرف انه ياللي بيقتل شعب وخان وكبار صغار بنعرف انه ياللي بيقتل شعب وخان يا غير يا اما تغير يا خلي شعبك يتحرر يا غير يا اما تغير يا خلي حرمك تتحرر وهاي الفرصة ما بتتكرر يا اللي بيقتل شعب وخان وهاي الفرصة ما بتتكرر يا اللي بيقتل شعب وخان سكينك ما عادت تجرح لشعبك ما عادت تصلح سكينك ما عادت تجرح لشعبك ما عادت تصلح وإن شاء الله بقلبه بتذبح يا اللي بيقتل شعب وخان وإن شاء الله بقلبه بتجرح واللي بيقتل شعب وخان من الله عم نطلب حماي بدك ترحل بغصر ماي من الله عم نطلب حماي بدك ترحل بغصر ماي وهذا مطلب مو غناي ياللي بيقتل شعب وخاي وهذا مطلب مو غناي ياللي بيقتل شعب وخاي حرية مطلب الناس حمص ودرع وبغانياس حرية مطلب الناس حمص ودرع وبغانياس والكرامة ما بتنداس اللي بيقتل شعب والكرامة ما بتنداس ياللي بيقتل شعب حاجه تحكي طالع نازل معتقلين رحم طالع حاجه تحكي طالع نازل معتقلين رحم طالع ونزين البت والشارع ويل بيقتل شعب ونزين البت والشارع ويل بيقتل شعب ارحل عنا يا خوان يا عميل لا إيران ارحل عنا يا خوان يا عميل لا إيران أبوك باع الجولان ويلي
اللي بيقتل شعبه هاي. هي ابوك فعل جولانو يلي بيقتل شعبه خاين.